السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم جميعا. في هذا الفيديو سأشرح الجديد في فلاتر وانتقالات يونيفيرس 2.2. هنالك 11 انتقالا جديدا وتحديث لفلترين موجودين بالأساس في هذه الانتقالات. استخدم نسخة تجريبية من عنده، لم تنزل النسخة المفعلة بعد. إذا نزلت ستجدوها في مدونة صناعة الأفلام. بعد تثبيت النسخة التجريبية سنذهب إلى فيديو ترانزيشنز وبعدها RG Universe Transitions. أول انتقال جديد هو كاميرا شيك ترانزيشنز. لو خليناها على فيديو هين بهذا الشكل، لاحظ معي كيف راح يكون عندنا انتقال بهذه الصورة. كاميرا شيك اللي هي تحرك الكاميرا. عندنا كارسول ايضا، لاحظ معي راح يكون بهذا الشكل. وعندنا شانل بلور هالشكل، شانل سيرف هالشكل، كلاك وايب هي قديمة نوعا ما، لكن من الأشياء اللي أضافوها أيضا على النسخة الجديدة من فلاتر يونيفرس. عندنا كلر موزيك أيضا، لاحظ معي بهذا الشكل. هذه هي أيضا من الأمور الجديدة المضافة عندنا في البرنامج. عندنا أيضا الخيار اللي هو فليكر كات، هذا ممكن لأفلام الأكشن يتقطع الصورة والفيديو يكون بالأسفل بهالشكل. وعدنا ايضا الخيار الجديد اللي هو لينير وايب، ايضا قديم هو نوعا ما انتقال، لكن في هذا الاصدار اضافوه بهالشكل. وعدنا خيار ايضا شيب وايب، ايضا اشكال ثلاثة واربعة ممكن نستخدمها للانتقال فيما بين المقاطع. وعدنا خيار اخر الذي هو هذا الخيار VHS Transition، هذا آخر واحد، جميل جدا هالشكل. لكل انتقال هنالك إعدادات خاصة فيه. مثلا هذا الانتقال ليس حركة واحدة فقط، إنما أربع حركات أو أكثر. نحدد الانتقال على التايم لاين، نذهب إلى Effect Controls، وبعدها نذهب إلى خيار Transition Type. عندنا Slide Cut Wipe و Slide Up. مثلا Cut هالشكل، لو جينا وشغلناه راح يكون مختلف، لاحظ معي راح يكون بهذه الصورة. وعدنا Wipe راح يكون ايضا مختلف هذه الصورة. عندنا color noise ايضا، هناك band tracking وغيرها من الامور. مثلا اختار اخر خيار، لاحظ معي راح يكون ايضا مختلف. ممكن اختار هذا الخيار، ممكن اختار slide down، ايضا راح يكونون بهذه الصورة. من الامور اللي اضافوها ايضا او اللي عدلوا فيها او حدثوا فيها بالاحرى VHS اللي هو هذا الستايلينز الموجود عندنا. خلينا هذا بس الانتقال. هذا ايضا اضافوا فيه بعض المميزات الاخرى الجديدة. لو رحنا على الايفيك كنترولز ممكن نلاحظ عندنا بروس بريسيتس، هذه كلها اشكال جاهزة للتأثيرات. مثلا باند تراكينج نختار سبليكت، راح يكون عندنا بهذه الصورة. اضافوا تأثيرات كثيرة جدا، ان شاء الله لو سمحت لنا فرصة بشرح الجديد بالتفصيل للتأثيرات التي في Red Giant Universe. لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الاشتراك فيها ليصلكم كل الجديد، ولا تنسوا تفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بالجديد في قناة حسن المزوري على اليوتيوب. شكرا للمشاهدة.